أنا الدكتور بدر إسماعيل محمد مخلوف، خبير نظم معلومات معهد التخطيط القومي. اليوم نتحدث عن ملتقى لاستخدام المرئيات الفضائية في التخطيط القومي لمحافظات جمهورية مصر العربية. الملتقى ده بيهدف إلى حشد الرؤى والأفكار والخبرات المختلفة في جمهورية مصر العربية لتدعيم العملية التخطيطية باستخدام المرئيات الفضائية. طبعا الهدف من هذه الحلقة النقاشية هي عملية تحويل التقسيم الإداري للمحافظات إلى كيانات اقتصادية، سواء كانت على مستوى محافظات أو مستوى الأقاليم، من خلال حصر كل الموارد الموجودة داخل هذه المحافظات أو الأقاليم باستخدام المرئيات الفضائية، ثم معرفة أوجه النقص الموجودة فيها لتعظيم العائد الاقتصادي والقيمة المضافة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية. النقطة الثانية برضك اللي بتتبع هذه الحلقة النقاشية هو ان احنا بصدد عقد بروتوكول تعاون ما بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الهيئة القومية للشعار من بعد علوم الفضاء. وبالفعل قمت بعرض هذا الموضوع على معالي وزير التخطيط الأستاذ دكتور أشرف العربي وزير التخطيط، ولقت ارحاب شديد، وبالفعل بدأنا في عمليات اجتماعات مكثفة لصياغة هذا البروتوكول، وبالفعل قد تم الانتهاء من عمليات الصياغة، والآن بيتم مراجعته قانونيا، وإن شاء الله في القريب العاجل سيتم توقيع هذا البروتوكول ما بين وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ووزير البحث العلمي.